بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة السلام عليكم، نواصل مع مجال الميكانيك والطاقة. كنت في فيديو سابق قدمت لكم وحدة الطاقة، وقلنا باللي في الوحدة هذه راح نتعرف على العوامل المؤثرة في تحويل الحرارة، وكنت قلت لكم باللي الطاقة الداخلية لجملة تتعلق بماذا؟ تتعلق ب البنية الداخلية، يعني على يعني البنية الداخلية لحبيبات المادة المكونة لها، يعني على المستوى المجهري، تعلق على المستوى المجهري. يعني كي نقول كلمة طاقة داخلية نقصد المستوى المجهري، يعني حجارة يسارية داخل في المادة. كذلك الطاقة الداخلية هذه تتعلق بالتغير في الطاقة الحركية المجهرية لهذه الحبيبات. إذا كانت عندي جزيئات كما لهنا الماء راهو يسخن، كان عندي طاقة حركية للجزيئات. لاحظوا أن جزيئات الماء الساخنة اللي راهي بالأحمر اللي راهي من تحت تطلع للفوق، وتجي محلها جزيئات الماء الباردة. يعني هنا كاين طاقة حركية مجهرية لجزيئات الماء، يعني تتعلق بالحالة الفيزيائية والكيميائية للجملة. وكنت قلت لكم بلي في هذه الوحدة سنتطرق لدراسة مركبتين. في الفيديو هذا الجزء الأول راح نتطرق إلى المركبة الحرارية للطاقة الداخلية والتي نرمز لها بـ ETH. صح، كل جملة أعزائي الطلبة، كل جملة مادية، يعني كي نقول الجملة يحب يقول الجملة المدروسة، تملك بالإضافة إلى الطاقتين المجهريتين. كنت في بداية درس الطاقة الميكانيك والطاقة كنت قلت لكم باللي الداخل في المادة كاين حركة، يعني طاقة حركية وطاقة كامنة. يعني في المادة الداخل عندنا ذرات، عندنا جزيئات، عندنا شوارد، عندها طاقة كامنة كنت شرحت لكم في الدروس الأولى لا تشفوا، وعندها طاقة حركية. إضافة إلى هاتين الطاقتين المجهريتين، هذه الجملة المدروسة تكتسب أو تملك كذلك مركبة طاقوية أخرى لها علاقة. هذه المركبة الطاقوية عندها علاقة بماذا؟ بدرجة الحرارة، عندها علاقة بدرجة الحرارة، نسموها بالطاقة الحرارية، لينرجي تيرميك، ولا أي نقصد بها الطاقة الداخلية. عندي مثلا في بعض الأمثلة عمل الاحتكاك اللي نرمز له هكذا. الاحتكاك هو عمل ميكانيكي، عمل الاحتكاك هو عمل ميكانيكي. كذلك عندي التحول الحراري، أي كل عمل الاحتكاك أو كل تحول حراري، كي نقول التحول الحراري نرمز له بكيو، هذه نقصد بها كمية الحرارة، كمية الحرارة، كما في الشحنة الكهربائية كذلك نمثلها بهذه كمية الشحنة، نمثلها بكيو. صح، هذا العمل، عمل الاحتكاك أو العمل الميكانيكي وهذا التحول الحراري يؤدي إلى ماذا؟ إلى تغير في الطاقة الداخلية للجملة المدروسة. هنا الجملة المدروسة عندي هو الماء، هنا ما عنديش عمل ميكانيكي، عندي طاقة حرارية، عندي ماذا؟ عفوا، تحول حراري. تحول حراري هذا يؤدي إلى تغير في الطاقة الداخلية للجملة المدروسة وهي الماء. ندو مثال آخر، هذا المثال موجود في الكتاب المدرسي. لاحظوا، كون نجي نأخذ قطعة معدنية، يعني من سلك نحاسي اللي راهو أمامكم،
صح، او امامك سلك نحاسي، واش نجي ندير؟ نجي نحك الطرف تاع السلك النحاسي هذا، نحك هاي اتجاه الحك هاك، نحكو على سطح خشن يعني لمدة كافية، ومن بعد نجي بحذر يعني حذر، لأن السلك راهو سخن، كي تحك السلك هكا راهو سخون، نجي نلمس بحذر طرف هذا السلك. واش نلاحظوا لهنا؟ نلاحظ باللي يعني يكون نجي من قبل ما نحك السلك نلمسه بصبعي نصيبه بارد، ومن بعد كي حكيت السلك ولمسته بالصبع تاعي نصيبه سخون. يعني واش لاحظنا هنا؟ لاحظنا ارتفاع في درجة حرارة السلك. واش معنى هذا؟ معناه أن الطاقة الداخلية للسلك تغيرت بعد عملية الحك. يحب يقول هذا الجسيمات الصغيرة اللي كانت هنا، لأن سلك النحاس يتكون من ذرات النحاس سي إي، كاين أجسام أو مادة جمل تتكون من ذرات، كاين جمل تتكون من جزيئات، كاين جمل تتكون من شوارد. هذا ذرات النحاس اللي هنا سخنت هكذا سخنوا، وبعد بدأوا ينتشر تنتشر الحرارة، بدأوا يعدوا في بعضهم بعض. نعطيك مثال، مثلا تكون أنت في زنقة هكا، زنقة كبيرة ومعمرة غاشي، معمرة غاشي صح، جات انفجرت حاجة هنا، ولا من صارت حاجة انفجرت ولا كذا، واش تصيب؟ تصيب شكون اللي يهربوا؟ الولا يهربوا، هذو اللي قريب للانفجار تصيبهم يهربوا، ومن بعد يعدوا بعضهم بعض، اللي يكون هنا ثاني يزيد يهرب، ومن بعد هذا يشوف هذا باللي هرب يزيد يهرب، ومن بعد هذا اللي يهرب الاخر ما على بالوش على هربوا الولا هكا. يعني عطيت لك مثال ابوبري كيما هاك، هكذا صار لها عملية تسخين. يعني هذوك الجسيمات كما لنا السلك النحاس يتكون من ذرات النحاس وليس من جزيئات. نقول لك الماء يتكون من جزيء الماء H2O، أما معدن النحاس تكون من ذرات النحاس صح. لو جينا أعطينا يعني أو مثلنا الحصيلة الطاقوية، لا واش صرا لهنا؟ شكون حكم؟ حك القضيب نتايا، اذا انت هو المحول، انت هو اللي قمت بتحويل درجه الحراره، نسموك نعطوك اسم نسموك محول صح هكذا، ومن بعد نديرو فقاعه كبيره كما درنا في الاول، يعني ما يعني أبوبري، ونديرو هكذا عمود العمود هكذا. كاين وين يكتبوا حاليا راهم يديروا او تي اش دو، هذه الاولى، و او تي اش واحد. من قبل كاين اللي تصيبو يكتب او اي في بلاصه او تي اش، يكتبوا او اي انرجي انترن طاقه داخليه، او اي 2 او اي 1 يعني في التيرمينال يكتبوا او اي ما يكتبوش او تي اش صح. الجملة المدروسة لهنا وشن هي؟ هي سلك معدني، سلك يعني من النحاس، ديروا معدني وخلاص، معدني يعني النحاس صح، يعني هذه الجملة المدروسة. معليش يحب يقول هنا ETH هذه أي كانت عندي درجة حرارة ثيتا الأولى كان باردة، و ETH 2 كانت عندي درجة حرارة ثيتا 2، احنا ما نمثلوهاش في الفقاعة بصح باش نعرفو برك. ومن بعد واش صرا عندي هنا؟ كي حولت انت واش مديت تحويل ميكانيكي، احتكاك تحويل ميكانيكي صح، ومن بعد صرات فيها سخانة اي تحويل حراري، لما راحت هذيك السخانة راحت سخانة طاقة
ضائعة راحت لوسط خارجي، يعني انتظر أنه التمارين تاع الطاقة الداخلية راح يقول لك مثل الحصيلة الطاقوية. هذا واش يعني أعزائي الطلبة؟ هذا يعني أن العمل المبذول من طرفك اللي حكيت السلك قد تحول إلى الحرارة. إذن هنا واش نقول للمثال تاعنا؟ أنه تحول أو أن العمل تحول إلى حرارة. العمل تحول، أو نستنتج أن العمل تحول إلى حرارة. هذا فيما يخص المثال هذا. شوف معايا في المثال الثاني واش نجي ندير. نجيب وعاء نحط فيه الماء، هذا هنا ماء صح، ومن بعد نحط في الوعاء فوق الماء نحط مكبس صح. بالطبع تحت هنا راه عندك وقود نار باش تسخن الماء، ومن بعد نجي نقوم بعملية التسخين. الماء واش يصرى؟ ينطلق بخار، هنا راح ينطلق بخار. البخار تحت الضغط يدفع المكبس نحو الأعلى عفوا. هنا نقول أن الماء اكتسب حرارة من تسخينه. الماء اكتسب حرارة عن طريق التسخين. كي اكتسب هذا الماء الحرارة هنا واش صرالو؟ صرالو تغير في طاقته الداخلية. إذن اكتسب حرارة صرا تغير في طاقته الداخلية. إيه؟ كي صرا له تغير في طاقته الداخلية واش صرا له بعد؟ تبخر، سخنا الماء، الماء اكتسب حرارة، صرا له تغير في طاقته الداخلية، تبخر زيد. كي تبخر هذا البخار أصبح عنده قوة ضاغطة، أصبحت عنده قوة ضاغطة، لا تشفوا الدرس تاع الضغط. إذن هذا القوة الضاغطة على من؟ على المكبس، هو اللي راهو يضغط، هي اللي تضغط على المكبس. المكبس واش صرالو؟ المكبس راح نحو الأعلى. إذن هنا هذا القوة الضاغطة قامت بعمل ميكانيكي، قامت بعمل ميكانيكي، ادفع المكبس نحو الأعلى. إذن كان عندي حرارة كيو، ومن بعد ولات عندي عمل. واش نستنتج لهنا؟ أن الحرارة قد تحولت إلى عمل. في المثال اللي قبله العمل تحول إلى حرارة، هنا الحرارة تحولت إلى عمل صح. واش نطلب منكم؟ دير بوز ومسودة وقلم مثل لي الحصيلة الطاقوية. تقدر يكون هذا المثال في التمرين، مثلوا لي الحصيلة الطاقوية. خلاص درتو بوز صح. عندي شكون اللي قدم الحرارة؟ الوقود. وقود قدم الحرارة. كي ندير الفقاعة، ندير العمود هكذا طريبيا هكذا، يعني الجملة المدروسة هي ماء، وعندي هنا أ تي أش أ و أ ولا أ إي كما تحب تي أش دو طريبيا. واش صرا عندي بعد؟ حرارة طلعت الطاقة الداخلية،
صرع ومن بعد مدة تحول ميكانيكي لمن للمكبس توسب له. إذن واش استنتجنا من مثالين هذو؟ وما كاين عدة أمثلة، ما حبيتش نكثر لكم باش ما يكونش الفيديو طويل إن شاء الله، يعني نشوفوهم في حل التمارين إن شاء الله. استنتجنا هنا سواء كان عندي، لأنه كان عندي أمثلة فيها ارتفاع درجة الحرارة وكان عندي أمثلة فيها انخفاض درجة الحرارة، تسخن الماء ولا تحطه في الثلاجة يبرد، هنا عندك ارتفاع وعندك انخفاض درجة الحرارة. إذن نستنتج أن ارتفاع أو انخفاض درجة حرارة الجملة سواء ما قال إلى آخر دلالة على ماذا؟ دلالة على تغير في طاقتها الداخلية. إذن واش نكتبه؟ تغير في طاقتها الداخلية، نرمز لها بدالتا تي دالتا او تي اش، تغير في طاقتها الداخلية. هذا التغير أعزائي الطلبة يقاس بقيمة التحويل الحراري. إذن يعني التحويل الحراري نقيسوه بقيمة التحويل الحراري بين الجملة المدروسة والوسط الخارجي. إذن نقدر نكتب أن Q التحويل الحراري يساوي التغير في الطاقة الداخلية. أشفى لي على هذه. إذن واش نقدر نقول كذلك؟ أن عمل قوى الاحتكاك اللي هو العمل الميكانيكي أو كل تحول حراري كيو اللي هو كمية الحرارة يؤدي إلى ماذا؟ إلى تغير في الطاقة الداخلية للجملة. واش دير في راسك انت؟ باللي كل عمل يأتي عن طريق قوى الاحتكاك يعني ميكانيكي أو كل تحول حراري نقصد به كمية الحرارة يؤدي إلى تغير في الطاقة الداخلية للجملة. مثلا تجيب قطعة خشب وتجيب المنشار وتنشر في قطعة الخشب، مس المنشار وشوف وشنو هذا، احتكاك ولا لا؟ لا احتكاك إلى آخره. إذن كل جملة يطرأ عليها تحول حراري كل جملة يطرأ عليها تحول حراري، تحول حراري إما تبرد إما تسخن، فإنها تكسب ماذا؟ تكسب أو تفقد طاقة حرارية، تكسب أو تفقد طاقة حرارية. نعطيكم الآن عبارة التحويل الحراري، عبارة التحويل الحراري. قلنا باللي التغير في الطاقة الحرارية للجملة أي دالتا، وين تكون دالتا؟ نقصد به تغير، تغير الحالة دالتا تي اش يساوي ماذا؟ يساوي كيو تحويل الحراري تساوي ام في سي مينيسكول سي صغيرة في ثيتا فينال أي ثيتا درجة الحرارة النهائية نقول لكم عليها ناقص ثيتا إنيسيال درجة الحرارة الابتدائية كذلك تساوي أم سي دالتا ثيتا لأن هذه دالتا ثيتا طريبة. شفالي على هذه مليح مليح صح. وش نقصد بدالتا تي اش؟ التغير في الطاقة الحرارية للجملة، التغير في الطاقة الحرارية للجملة واللي يساوي التحول الحراري يكون هذا بالجول، وهذه قلنا باللي هي التحول
يكونوا متساويين التحول الحراري، يعني عندهم علاقة مع بعض. كيف نفس الشيء بالجول، طاقة طاقة. واش نقصدوا هذيك الام؟ الام هذه هي كتلة الجملة المدروسة، كتلة الجملة المدروسة يعني او نقولوا كتلة المادة المستقبلة او الفاقدة للتحويل الحراري، كتلة المادة المستقبلة او الفاقدة للتحويل الحراري، وتكون بالوحدة تاعها بالكيلوغرام، يعطوها لك بالجرام، حولها للكيلوغرام في التمرين. صح، عندنا هذيك السي صغيرة مينيسكول، السعة الحرارية الكتلية، السعة الحرارية الكتلية طريبية، أو تسمى كذلك الحرارة الكتلية للجسم، الحرارة بين قوسين نسموها كذلك الحرارة الكتلية للجسم. وهذه تتعلق بنوع المادة، الوحدة التحية الجول على الكيلوغرام على الدرجة المئوية، مرات نصيبها على الكلفين. صح، دلتا فينال، يعني هذه واش هي؟ هذه درجة الحرارة النهائية، والأخرى درجة الحرارة الابتدائية. دلتا ثيتا هو التغير في درجة حرارة الجملة، هو التغير في درجة حرارة الجملة. طيب، ولا يعني دلتا ثيتا يساوي ثيتا فينال درجة حرارة نهائية ناقص دلتا إنيسيال درجة حرارة الابتدائية، ويكون بالدرجة المئوية. متفاهمين؟ صح. إذا كان هذا بالكلفن هنا يكون بالكلفن، تبعوا، أغلب الأحيان يكون بالدرجة المئوية. طيب، عندنا كذلك السعة الحرارية، السعة الحرارية اللي هي سي ماجيسكول، السعة الحرارية تساوي ام سي، يعني هذه هي السعة الحرارية. كي نعوضوا هذيك السي ماجيسكول الفوق نقدروا نكتبوا، شوفوا مليح، هذه السعة الحرارية. إذا كنا نعوضه هنا السي ماجيسكول نقدروا نكتبوا كيو تحويل الحراري، وش يساوي؟ يساوي سي دلتا ثيتا. صح. في حالة جملة تتكون من عدة أجسام، في حالة جملة تتكون من عدة أجسام، هنا السعة الحرارية تساوي مجموع، هذه سيجما ماجيسكول، مجموع أم الكتل في مجموع السعات الحرارية الكتلية. طيب، عندنا هنا كذلك نضيف ملاحظة، عندي حالتين، إذا كانت دلتا ثيتا، دلتا ثيتا تغير في درجة الحرارة للجملة موجبة أكبر من الصفر، معناه ثيتا فينال أكبر من ثيتا إنيسيال، فإن Q
كيو التحويل الحراري يكون موجب، معناه هنا يحدث ارتفاع في المركبة الحرارية لطاقة الجملة الداخلية. هنا واش نقول؟ نقول أن الجملة استقبلت أو تكتسب طاقة. الجملة تكتسب أو تستقبل طاقة. الحالة الثانية، إذا كانت دالتا ثيتا سالبة أقل من الصفر، معناتها ثيتا فينال أقل من ثيتا إنيسيال، فإن التحويل الحراري كيو يكون أقل من الصفر. هنا واش نقول؟ الجملة تفقد طاقة. لهنا الجملة تفقد طاقة. طيب، ونختم الفيديو بفعل جول. فعل أي إفي جول، فعل جول. كنت قريت في السنوات السابقة أن فعل جول هو التحويل الحراري الذي يوافق مرور تيار كهربائي. كي مر تيار كهربائي شدة تاعو إي، شدته إي شدة التيار الكهربائي، في ناقل أومي مقاومته R، خلال مدة زمنية T، هذاك هو نسموه فعل جول. يؤدي إلى ماذا؟ إلى تغير درجة حرارة المادة من ثيتا إنيسيال إلى ثيتا فينال. بزاف أمور كهربائية يفوت فيها التيار الكهربائي نسيبوها سخونة، المصباح، المكثفة، المقاومة إلى آخره، نصيبوا ارتفاع درجة الحرارة. إذن فعل جول واللي نرمزوله ب W E تحويل الكهربائي، كما نقدروا نكتبوه الطاقة الكهربائية E هكا، نفس الشيء يساوي التحويل الحراري ويساوي R أي المقاومة في شدة التيار الكهربائي، مربع شدة التيار الكهربائي في دالتا تي. طيب، المقاومة راح تكون بالأوم، شدة التيار راح يكون بالأمبير، ما ننساوش راه مربع، والزمن راح يكون بالثانية. طيب، يعني هذه واش نقولوا عليها؟ هذه الطاقة الكهربائية، الطاقة الكهربائية المحولة إلى المقاومة، المحولة إلى المقاومة. نطرح عليكم سؤال أعزائي الطلبة. أولا، نورمالمون فهمتوا بلي فعل جول هو كي يمر تيار كهربائي في عنصر الى مركبه كهربائيه ولا الكترونيه، هذا الاخيره تسخن. انا اقول لكم سؤال، متى يكون فعل جول مفيد ومتى يكون غير مفيد؟ اكتبوا لي في المسودة مفيد واعطيني بعض الأمثلة، وغير مفيد واعطيني بعض الأمثلة، دير بوز. أنا واش نقولك؟ قولك باللي فعل جول يكون مفيدا في بعض الحالات وغير مفيد في الكثير من الحالات. وقتاش يكون مفيد؟ واش نقصد مفيد؟ معناتها الهدف هو الاستفادة من ذلك التحويل الحراري الناتج عن فعل جول. أعطيني أمثلة، مثلا المسخن الكهربائي، المسخن الكهربائي اللي نقولوا احنا لا ريزيستانس، ديجا نسموها ريزيستانس مقاومة، لا ريزيستانس اللي نديرها في الإلكتريسيتي ونسخنوا عليها لتحسي الإلكتريسيتي، هذيك ما ننصحكمش بها،
كاين مثلا احنا عندنا الفرن اللي نسخنوا عليه الماكله اللي نطيبوا عليه بالغاز في اوروبا. مره كنت في لندن في سويسرا، جايه 30 كيلومتر على زيوريخ في لوبرز دي جون، بيت شباب، عطيناها كمطبخ يعني تشري وتحب تسخن حاجه ولا تطيب ولا. اما اول مره شت كويزينيير ولا الاخرين هذوك ماشي كيما احنا بالغاز بالالكتريسيتي، يعني كانت هذه في التسعينات، يعني الفرن الكهربائي يعني بالالكتريسيتي في اوروبا، لان الالكتريسيتي عندهم ارخص من الغاز، عندهم الماء بزاف، على ديك عندهم الفرن الكهربائي تسيبها في لاسويس، في خاصة في فنلندا، النرويج، لاسويد، هذوك يعني يعوموا في الماء. اللي نحدوا به الحوايج الميكوات، الحديد تاع اللي حدوا به الميكوات، هذو كامل الى اخره، كان بزاف امور اللي نحتاجوا الحراره تاعها، السيشوار مثلا. اما الغير مفيده، غير مفيده شكون وستر، يعني هنا في هذه الحالة يكون فيها رفع درجة الحرارة غير مرغوب فيه، مثلا في دارة كهربائية، دارة كهربائية، أي دارة كهربائية من ساعة تصيبها سخونة، مثلا الأورديناتور تاعك، الأورديناتور تاعك داخل لاكارت مير، هي دارة كهربائية إلكترونية. علاش دايرين له اللابتوب ولا الميكرو بي سي هذاك، علاش دايرين له الفونتيلاتور؟ وكاين لي بي سي جيمر هذوك تاع الجو، تصيبهم دايرين له ريفرواديسمون هيدروليك، يعني بالماء، الماء الفونتيلاتور في الماء يدور الداخل باش يبردو، باسكو لي بي سي جيمر غاليين، تاع اللي يلعبوا بهم الجو غاليين. يعني مره ديت طلبه كانوا معايا عندها مده كبيره، طلبه اللي جوزوا البكالوريا في 2016، اخر مرة درت فيها قدمت فيها ليكور مجانا، يعني عمري ولا خلصت في ليكور، معني ناش هذا حديث زايد. اديناهم داروا معرض في السافيكس في ألجي، رحنا نشافي مومباي نام، ديتهم معايا في البيس، رحنا ركبنا وعجبهم الحال وفطرنا برا إلى آخره، رحنا معرض حول دايرين نوع الإعلام الآلي، وفي هذا أول مرة نشوفوا هذو لي بي سي جيمر دايرين لهم سيستم دو ريفرواديسمون، يعني التبريد، يعني انخلعنا، يعني في الماء الداخل اللي يدور الى اخره. زيد كل حاجه اللي غير مفيده، مصباح كما درتو في الطاقه في الاول كامل، المصباح يسخن، انا نحتاجو يتوهج، ما نحتاجوش يسخن، الى اخره من الامثله. ان شاء الله اعزائي الطلبه تكونوا استفدتوا من الدرس هذا، معليش تشاركونا بلي كومونتير تاعكم، ها التعليقات تاعكم، يعني الطريقه تعجبكم ما تعجبكمش، مثلا اقترحوا لي، مثلا بالك كاين دروس اخرى راني ناسيها اقترحوهم عليا الى اخره. اظن يكفي فيها بركه الفيديو، راه قدامنا حوالي 35 دقيقة، نقولوا نص ساعة، ما عليناش. إذن أعزائي إلى أن نلتقي في الجزء الثاني، في الجزء الثاني راح نتطرق إلى مركبة الجزء الثاني والآخر بالطبع، ومن بعد يجوا فيديوهات غير التمارين، راح نتطرق إلى مركبة الطاقة الداخلية المنسوبة إلى الحالة الفيزيائية الكيميائية للجملة. إلى ذلك الحين أعزائي أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.